صحيح، 4 غارات حتى الآن، تلك الغارات وصفت بالعنيفة بين الغبيري وحارة حريك، وهي المناطق التي تم تحذيرها. البعض تحدث عن وجود إصابات في منطقة الشيح، وهذه ولكن هذه المعلومات يعني لم تؤكد من مصادر رسمية حتى الآن. عادة ضاحية بيروت هناك على ما يبدو غارة جديدة غنوة كما نشاهد في هذه الصور أمامنا قرب الغبيري، في هذه الصور أمامنا قرب الغبيري طبعا، وهي المنطقة التي تم استهدافها اليوم وبالأمس وقبل الأمس أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي، والذي أرسل انذارات كما ذكرنا إلى هذه المنطقة بشكل متكرر. لا أعلم غنوة، يعني أنا قطعتك قبل قليل، لكن لماذا يتم استهداف هذه المنطقة بالذات الغبيري في أكثر من مرة، إن كان اليوم أو بالأمس أو قبله؟ الغبيري في المرات السابقة لم تكن من المناطق التي يستهدفها الإسرائيليون صحيح. بشكل متكرر، يعني موضوع استهداف الغبيري هو جديد بعض الشيء، حتى أن يعني سكان هذه المنطقة لم ينزحوا في الفترة الأولى. الآن لا يزال يوجد بحسب بعض المعلومات 15% من سكان الغبيري لا يزالون بداخلها، وهذا الأمر أيضا يفسر حركات النزوح، إضافة طبعا إلى دخول سكان ضاحية بيروت الجنوبية خلال ساعات الصباح إلى الضاحية. ولكن أعتقد بعد استهدافها اليوم للمرة الثانية خلال ساعات الصباح قد يعود يعني سكان الغبيري أيضا سيهاجرون بشكل كامل ربما، إضافة إلى أن موضوع الدخول إلى ضاحية بيروت الجنوبية خلال ساعات الصباح من المفترض أن تتراجع وتيرته، خاصة وأن اليوم الغارات لا تستهدف تلك المنطقة سواء خلال ساعات الصباح أو ساعات المساء. طبعا هذا نوع من التصعيد الذي نشهده الميداني الذي نشهده في أكثر من منطقة، إضافة إلى أن هناك دائما حركة ازدحام نراها إن كان في بيروت أو على مداخل الضاحية التي تسببه حركة الخروج بشكل سريع، خاصة وأن هناك بعض الأحيان يعني الإنذار يعني الوقت بين الإنذار وبين استهداف تلك المناطق لا يكون كافي لخروج الجميع من تلك المناطق. شكرا جزيلا لك كنوة يتيم، سنتابع معك بالطبع تفاصيل أكثر وأوفى ومستجدات أخرى في سياق نشراتنا المقبلة. غنوة يتيم مراسلة العربية من بيروت، شكرا جزيلا لكِ.